The Washington Free Beacon نشرت وبشكل حصري مشروع قانون طرح في أروقة الكونغرس الأمريكي يستهدف الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، وهذه هي الصفحة الأولى لهذا القانون المهم والذي يهدف بشكل أساسي من أجل منع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من لوائح الإرهاب. وطبعا من يقف خلف هذا المشروع هما نائبين في مجلس النواب الأمريكي، وهما براين ماست وكذلك سكوت بيري، وهما من الحزب الجمهوري الأمريكي. والهدف الأساسي بالنسبة إلى هذا القرار وهذا المشروع الذي نتحدث عنه أنه في حالة قام الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة لرفع الحرس الثوري الإيراني من لوائح الإرهاب من أجل التوجه مباشرة لإنجاح الاتفاق النووي، كون أن هذا هو الشرط الوحيد المتبقي من أجل نجاح هذه المفاوضات النووية والعودة إلى الاتفاق النووي، فأن الكونغرس الأمريكي سيتدخل مباشرة لقطع الطريق معتمدا على هذا المشروع الذي نتحدث عنه اليوم. وبالتالي لن يتبقى أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن إلا طريقين فقط. الطريق الأول هو أن عليك أيها الرئيس الأمريكي أن تعود إلى الكونغرس الأمريكي لكي نصور لك بالموافقة حول هذه القضية، وبعد ذلك تستطيع من تحقيق ما تريده ألا وهو رفع الحرس الثوري الإيراني كما نتحدث من لوائح الإرهاب، أو أنك تتفادى الموضوع تماما وتترك هذه القضية وتتوجه للاتفاق مع الإيرانيين بالعودة إلى الاتفاق النووي من دون الحديث عن قضية الحرس الثوري الإيراني. ولكن يجب أن ننتبه بأن هذا المشروع هو لا زال جديدا حتى هذه اللحظة، لا يمكن الشروع به أو تنفيذه في الكونغرس الأمريكي، وبالتالي هذا المشروع هو الآن طرح في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي. وكما نعلم أن في مجلس النواب الأمريكي الأغلبية الطاغية هي ذاهبة إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي، وقد يحي هذا من الوهلة الأولى بأن الحزب الديمقراطي بطبيعة الحال سيساند الرئيس الأمريكي جو بايدن كون أنه أيضا من الديمقراطين. ولكن في حقيقة الأمر عندما الأمر يتعلق بالحرس الثوري الإيراني فالواضح أن هنالك إجماع تام بين الحزب الجمهوري وأغلبية الحزب الديمقراطي في عملية الحيلولة دون وصول السيناريو وسيناريو رفع الحرس الثوري الإيراني من لوائح الإرهاب إلى أن يكون حقيقة، ويجب أن يتم منع هذا الأمر تماما من قبل الحزبين. على هذا الأساس هذا الأمر يرجح فعلا قد نرى عملية تصويت متكاملة في مجلس النواب الأمريكي حول تمرير هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ، ونراه حقيقة، وذلك لأسباب مهمة ذكرت في The Washington Free Beacon. لماذا هم يفكرون بهذا الأمر بالنسبة إلى الحزبين؟ إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية سيسمح للمواطنين الإيرانيين المرتبطين بالإرهاب بالدخول والبقاء في الولايات المتحدة. وأضافت أيضا كما ويضعف قدرة أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة من يقدمون الدعم أو مواردا للحرس الثوري الإيراني، وتجعل من الصعب محاسبة من هم خارج الأراضي الأمريكية جنائيا لمساعدة الحرس الثوري الإيراني. ويجب أن لا ننسى أبدا بأن الحرس الثوري الإيراني حتى هذه اللحظة لم ينسى ما جرى للجنرال الإيراني قاسم سليماني من عملية اغتيال من قبل الإدارة الأمريكية السابقة التي طبعا كان يقودها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهم لا زالوا حتى هذه اللحظة يحاولون الالتقام لما جرى للجنرال الإيراني قاسم سليماني. وبالتالي السماح لهذه العناصر، عناصر الحرس الثوري الإيراني أو غيرها من المعاقبين في ظل هذا الاتفاق النووي أن ترفع عنهم العقوبات وأن يدخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سيدخل الولايات المتحدة الأمريكية في مشكلة بأن الأمور وأمور الاغتيال والوصول إلى عناصر أو الأطراف المهمة جدا في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستكون أسهل ما يكون بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. وعلى هذا الأساس الأمور معقدة للغاية، فتارة نرى نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول بأن تأخير المفاوضات النووية وتعقيدها حتى هذه اللحظة هي بسبب الإيرانيين أنفسهم. وأيضا رأينا أمير عبد اللهيان وهو وزير الخارجية الإيراني
الإيراني يقول بأن الكرة الآن في أرض الولايات المتحدة الأمريكية وأننا أرسلنا مقترحاتنا، ولكن الأمريكيون هم من يؤخرون هذه الأمور وما يجري في هذه المفاوضات النووية، بالتالي كل شيء معقد، وما يزيد الضغط على إدارة بايدن في قضية المفاوضات النووية والعودة إلى الاتفاق النووي هو أمر أيضا كشفته The Washington Free Beacon، ولكن منتصف الشهر الماضي تتحدث عن أن هنالك أموالا بالمليارات ستوفر إلى روسيا في حالة نجاح الاتفاقية النووية الآن والعودة إلى الاتفاقية النووية بين الطرفين، بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وهذا متعلق بعقد تم من قبل هذه المؤسسة الحكومية الروسية المهمة ألا وهي روز أتوم، وهي طبعا مؤسسة مهمة جدا ورائدة في الطاقة النووية، وقعت عقدا قبل التدخل الروسي في أوكرانيا من أجل القيام بتوسعة مهمة جدا لإحدى أهم محطات الطاقة النووية في الداخل الإيراني، وهذه المحطة هي مطلة على الخليج العربي، وأنا أتحدث هنا عن محطة بوشهر. فالعقد هو يهدف إلى توسعة مهمة جدا ستقوم بها هذه الشركة الروسية في محطة بوشهر من أجل إعادة تأهيلها وغيرها من هذه التفاصيل، وعلى أساس هذا العقد روسيا ستحصل على 10 مليارات دولار. ليس هنالك أي عقوبات من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذه الشركة أو تدخل، وبالتالي روسيا المعاقبة ستحصل على 10 مليارات دولار إذا ما نجح الاتفاق النووي بكل تأكيد. وهنا المشكلة أن الحرب في أوكرانيا لم تنتهي حتى هذه اللحظة، فلا زالت الحرب مستمرة رغم العديد من التغيرات التي جرت، وبالتالي عندما نتوجه الآن إلى أوكرانيا لنرى بسرعة ما الذي يجري في هذه المعركة التي تغيرت معاليمها تماما. هنا طبعا كما نرى هذه هي الأراضي الأوكرانية بهذا الاتجاه، وهنا بيلاروسيا، وهذه هي الأراضي الروسية، هنا العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك هنا مدينة سومي، مدينة خاركيف، وهذا هو تقريبا بهذا الاتجاه إقليمي دونباس، وهذه هي ماريوبول طبعا، وهنا خيرسون، وهنا طبعا مدينة أوديسا المهمة للغاية. الذي جرى بالنسبة للقوات الروسية الآن والهدوء الذي نراه في هذه المعركة الكبيرة أن القوات الروسية انسحبت من كييف ودخلت إلى الأراضي البيلاروسية، انسحبت من شرق كييف ودخلت إلى الأراضي الروسية، انسحبت تماما أيضا من مدينة سومي ودخلت إلى الأراضي الروسية، ولكن أيضا هم لا زالوا يحيطون بمدينة خاركيف، القليل من الابتعاد عن نقاط التماس مع خاركيف، لكن مستمر الضغط عليها، ومستمر الضغط في إقليم دونباس على لوغانسك ودانيتسك بكل تأكيد، ولا زال الضغط عاليا أيضا على مدينة ماريوبول من أجل السيطرة عليها، أصبح قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على هذه المدينة المهمة للغاية. وبالتالي الآن الذي يجري بأن هذه القوات التي انسحبت من شرق كييف وكذلك من سومي هم بدأوا الآن يتوجهون من أجل زيادة الزخم في إقليم دونباس، لأن أصبح الهدف واضحا بالنسبة إلى القوات الروسية بحسب تقرير صادر من المخابرات الأمريكية وكذلك ما تظهره الأقمار الصناعية. القوات الروسية من تحركاتها تهدف الآن إلى إنهاء مسألة والسيطرة تماما على إقليم دونباس بالكامل، وبعد ذلك إعلان النصر في 9 مايو القادم بأن المهمة قد نجحت تماما وتنتهي المعركة التي شهدناها الكبيرة بين روسيا وبين أوكرانيا. ولكن في نفس الوقت تظل الأسئلة هنا، ما الذي سيجري في أوديسا التي لم تتمكن حتى هذه اللحظة طبعا القوات الروسية من الوصول إليها؟ فهنا طبعا مدينة ميكولايف لم تتمكن القوات الروسية في حقيقة الأمر من تحقيق شيء فيها، هم توقفوا تقريبا بهذا الاتجاه ويسيطرون على أجزاء مهمة من نهر الدنيبر، وكذلك كل الهجمات البرمائية لم تنجح على أوديسا بهذا الاتجاه. فهل من المعقول وهل من الممكن أن نرى روسيا غير قادرة على الوصول إلى شمال البحر الأسود، أم أن الوقت لا زال كافيا لهم لتحقيق ما يكفي من أجل الوصول إلى أوديسا والسيطرة على شمال البحر الأسود، مع طبعا السيطرة على ماريوبول في الأيام القادمة من أجل تأمين هذه الممرات المائية المهمة بكل تأكيد؟ لذلك الحرب لا زالت مستمرة، والولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها هي وأوروبا أن تفرض عقوبات من أجل إيقاف الحرب، إيقاف الأضرار التي تجري من هذه الحرب. وكذلك هنالك قضية خطيرة جدا الآن
هي يعني جعلت مشكلة كبيرة جدا الآن حول العالم، ودخول محاكم واتهامات بإبادة خطيرة جدا في نقطة تقع إلى شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف في مدينة بوتشا بهذا الاتجاه، تحديدا بالقرب من هذه الكنيسة. كانت هنالك صورة للأقمار الصناعية توضح طبعا بهذا الاتجاه الذي ترونه جثث هائلة جدا لطبعا القوات الأوكرانية أو الأوكرانيين المدنيين بحسب الاتهامات الموجودة الآن. هنالك اتهامات كثيرة تجري حولها. هذه الصورة من القمر الصناعي الذي ترونه هي قادمة من ماكسار تكنولوجيز التي توضح كما ترون كل هذه طبعا النقاط السوداء هي عبارة عن جثث موجودة، وهنا طبعا يتواجد الخندق الذي طبعا يتم فيه ويقومون الأوكرانيين من خلاله بدفن هذه الجثث بهذا الاتجاه بالقرب من الكنيسة التي تحدثنا عنها. هنالك جثث في المدينة بأكملها، واتهامات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والعالم بأكمله لروسيا بأنها ارتكبت جرائم حرب، ارتكبت مجازرا خطيرة جدا تجاه المدنيين الأوكرانيين. ولكن في نفس الوقت الروس يعتقدون بأن الأوكرانيين هم من فبركوا هذه القضية بكل تأكيد. وهنا النقطة الأساسية، أن هنالك عقوبات قادمة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه المسائل، كيف ستؤثر في ظل أن الاتفاق النووي لو نجح الآن سيوفر 10 مليارات دولار على الأقل إلى روسيا في ظل كل هذه الظروف التي نتحدث عنها، ونتحدث عن اتفاق نعلم عنه شيئا. قد تكون هنالك اتفاقات لا نعلم عنها شيئا بين روسيا بكل تأكيد وبين إيران، وما يزيد الطين بلة أيضا بأن إيران تبدو قوية للغاية في الفترة الأخيرة. كانت هنالك تصريحات رسمية بأن الآن الإنتاج للنفط الإيراني وصل إلى مرحلة ما قبل انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية في عام 2018، وإنتاج النفط الآن وصل إلى 3.8 مليون برميل للنفط في اليوم الواحد بالنسبة لإيران، وكأن شيئا لم يكن، وكأنه ليس هنالك عقوبات أبدا. بل إن اليوم أيضا بحسب وكالة تسنيم الإيرانية أكدت بأن 190 من النواب الموجودين في البرلمان الإيراني وجهوا رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وطلبوا منه بأن يأخذ ضمانات قوية وأكيدة وضامنة لإيران قبل العودة إلى الاتفاق النووي. ولذلك هذه الأمور تبدو فعلا معقدة جدا، وتبدو أن الاتفاقية النووية بدت في البداية بأن الأمور وفي الفترة الأخيرة بأنها ستنجح وستمر الأمور بخير، ولكن عدنا إلى دائرة الشكوك وإلى دائرة بأن قد نكون أمام فشل لهذه المفاوضات بكل تأكيد.